قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن التكنولوجيا أصبحت تلعب دورا بالغ الأهمية في تعزيز معدلات النمو، خاصة في الاقتصادات الإفريقية التي بات لزاما عليها دعم قدراتها التكنولوجية لدعم التحول الاقتصادي في جيبوتي وتحقيق رؤية جيبوتي 2035 وإشراكها بحصة أكبر ضمن حركة التجارة الدولية. وأوضحت لاغارد التي تزور جيبوتي في ثالث محطات جولتها الإفريقية التي شملت إثيوبيا وبنين، أوضحت أنه يجب الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الجديدة من خلال الاقتصاد الرقمي لتحقيق فائدة أوسع للجميع.